خليني اروح لا جواو، وعايزه اسالك انت النهارده لما قبلت الاوفر، قبلت الاوفر على اساس ان انت هتيجي تلعب نهائيات دوري وكاس، ودي مسؤوليه صعبه جدا مع فريق كان غايب عنه الدوري حوالي 8 سنين، صح كده؟ لا، 5 سنين. 5 سنين كان غايب عنه الدوري، 5 سنين، وحامل لقب الكاس، ولكن كان غايب عنه لقب الدوري حوالي 5 سنين. فالمهمة صعبة والمهمة مش سهلة، وفي فريق واحد هو اللي بيخسروا منه، فما بيحالفهمش الحظ انهم يفوزوا بالبطولة. استقبلت ده ازاي واتكلمت معاهم ازاي قبل المباراة؟ لانك برضو عندك عقلية احترافية بتفيدهم بيها وبتنقل خبراتك، اتكلمت معاهم ازاي؟ طبعا ده كان تحدي كبير، انا حبيت التحدي ده، حياتي دايما بيها تحديات كبيره، وانا اعرف ان جوزيفاني بيلعب في الزمالك وانا كنت عارفه من قبل كده، احنا ما كناش اصدقاء بس انا كنت عارفه كويس، والمباراة كانت والبطولات دي كانت تحدي كبير بالنسبة لي. لما وصلت الموضوع كان صعب، الماتش ضد الأهلي كان صعب، مش سهل، ماتش كويس، الأداء كويس، كانت المباراة صعبة، لكننا في النهاية فزنا زي ما قلتوا في الكاس، وإحنا أدينا بشكل كويس جدا وأظهرنا بأننا فريق كبير، فريق كويس جدا، وان احنا نستحق ان احنا نفوز. انا استعديت بالتركيز، ركزت كويس جدا، اتكلمت مع زملائي في المجموعة ان احنا علينا ان احنا نركز بكرة على المباراة دي، اهم حاجة في حياتنا، مباراة بكرة دي اهم حاجة في حياتنا، واحسننا في الاداء وادينا بشكل كويس جدا.